تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جلسة. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على المقابلة النهائية ديال كأس الكونفدرالية الإفريقية اللي غادي تجمع ما بين نادي الزمالك ونهضة البركانية يوم الأحد. طبعا أنا ماشي نحلل المقابلة من ناحية تقنية، ولكن غادي نتكلم على الجانب النفسي، وغادي نقول بأنه النهضة البركانية هي عندها حظوظ أنها تفوز بهذا الكأس. علاش؟ لأنه نادي الزمالك هو اللي غادي يستقبل النهضة البركانية وعليه ضغوطات، وهذه الضغوطات جاية أولا من التركيبة البشرية ولا من النفسية ديال المكونات ديال الزمالك اللي كيعانيو من عقدة العظمة، وكيعتبروا أنفسهم هم الأحق بهذه الكأس وهم الأجدر بهذه الكأس لأنهم كذا وكذا وكذا وكذا. ولما كتكون هذه نقطة العظمة ولا هذه عقدة العظمة عندي، وكنشوف ندخل مع منافس اللي كنعتبره أقل مني وماشي هو أحق وأجدر مني، وتاريخي أحسن من تاريخه، وإنجازاتي أحسن من إنجازاتي، وكفاءاتي أحسن، هناك بدأ الفشل. لأنه كل ما يدخل المقابلة ويلقى صعوبات باش يسجل هدف كيزيد الضغط عليه. وهذه المسألة شفناها مع شحال من مرة في مقابلة ديال كرة القدم. نشوف ربما ناخذ غير نموذج، مثلا نموذج من بطولة الأوروبية أو بالتحديد البطولة الإسبانية، الفرق كبار من كيشوفوا ولا كيلعبوا مع الفرق كيعتبروها ما عندهاش مكتسبات وما عندهاش نتائج بحالها، فكتلقى صعوبة. والآخرين عندهم سبب علاش يتنافسوا، لأن بغي باش يبينوا يثبتوا الكفاءة ديالهم قدام الفرق الكبار، وما عندهم يخسروا. وكل ما زادت المقابلة أو سجل هدف الفريق الآخر فكينهزموا لأنهم ما كيعرفوش يتعاملوا مع ذاك الخسران. وهذا الشيء اللي غادي يصرى للزمالك. زمالك أولا عندها عقدة العظمة، وكنشوف بأنه لاعب في بلادها يعني قريبة، ولكن هذاك كيكون عنده عقدة العظمة كيكون عنده خوف، كيكون عنده رعب بالداخل، رعب أنه يخسر ويتحشم قدام الجمهور ديالو قدام الناس. إذن كيخاف من الفشل، واللي كيخاف من الفشل غالبا عنده حظوظ كبيرة أنه يسقط في الفشل. وهذا الرعب اللي غادي تشوفوه غادي نشوفوه حتى في الجمهور، في الجمهور وفي المكونات ديال الجماهير المصرية كتتفاعل بواحد الشكل رهيب مع الفرق ديالها، واحد الخوف واحد الرعب. وغتشوف كيفاش المصريين غادي يبقاو في التصرفات ديالهم، حركه ديال وجههم، حركه ديال الجسد، الحركه ديال اليدين، وكيفاش غادي يبقاو يديروا. وهذا كله غادي يخلي واحد الضغط على فريق الزمالك اللي كيعيش الان واحد اللحظه ديال الرعب، وخاصه انه مرتضى منصور رئيس الزمالك انه تكلم مع اللاعبين بواحد الطريقه فزعاتهم وخلعاتهم، وبين لهم بانه مخلوع، وقال بانه روحي في مناخيري، بما انه بمفاعل ولا مرتبك. وهذاك الارتباك مع الاسف نقلوا للاعبين، وهذاك الشيء كلشي هو اللي غادي يحكم العقليه ديال اللاعبين اثناء اللعب. غيبقاو خايفين من الفشل، خايفين من ضياع الكاس اكثر من التفكير كيفاش يمكن لهم ينتصروا. 90 ديال اللي عندنا يا جماعه، احنا بنلعب فريق كبير، بتلعب فريق كبير. الفريق ده اوعى تستهتر انك انت كنت تتعادل على ارضه. فريدة على أرضه بيبقى هو عنده ضغوط الجماهير، لكن هو هنا على أرضك ما عندوش ضغوط تقريبا، أنت اللي يبقى عندك الضغوط. احنا النهاردة 40,000 تذكرة خلصوا في ساعتين، يعني الملعب هيبقى فيه 80,000، لازم يكون كلكم مهيئين 80,000، واللي مش قادر والنازل يهزر ما ينزلش. مش هقول تاني، اللي نازل يلعب منظرة ولنفسه ما ينزلش. كلامي واضح؟ عشان انا بقيت خلاص روحي في مناخيري. وهذه عوامي كلها كتلعب صالح النهضه البركانيه اللي داخله المقابله بواحد الارتياح، وكتشوف حتى الى ما خذتش الكاس ما كاينش اللي غادي يلومها لانها دارت مشوار رياضي رائع، وهذا كيخف عليها الضغط. ماشي يعني انها غتمشي باش ما غاديش تمشي يعني باش تنتصر، لا، يعني
الجانب ديال الضغط ما عندهاش، ولكن عندها اكثر من سبب عن انها تعامل وتلعب برجول، واحد الرعب الرجولي واحد القتاليه باش تفوز بالكاس لاثبات الذات باننا هنا، نحن هنا. هاد النهضه البركانيه اللي كتحقروها وكتقولوا لها راه طالعه غير كذا وطالعه كذا، جات الوقت باش غادي نثبتوا العالم باننا نحن اجدر بهذا الكاس. وخاصه انه النهضه البركانيه ولا المكونات ديال الجهه الشرقيه ما جربتش حلاوه الانتصار بهذا الكاس، فهذا دافع كبير. ماشي بحال شي فرقه اللي كيكون عندها واحد الاشباع بالانجازات. ففرصه تاريخيه بالنسبه للنهضه البركانيه انها تفوز. كذلك بالنسبه للنهضه البركانيه هي ما عندهاش ضغط المكونات، الحمد لله فات يعني مكونات علاقتها مزيانه مع بعضها وشعره بالمسؤوليه وشعره باللحظه التاريخيه، ويعني وغادي تنسى ذاك الهدف المقابله الاولى، تنساه وتحاول ما امكن انه الهدف ما يتسجلش عليها في ربع ساعه الاولى، لانه نادي الزمالك طبيعي غادي يدخل بداك الضغط، غادي يحاول يخطف هدف باش يرتاح. نحاول ما امكن انه في ربع ساعه الاولى ما يتسجلش الهدف. واخا دخلت شويه في مسائل تقنيه ولكن المسائل كلها نفسيه، لانه كل ما تعطل الوقت الا الضغط كيزيد على نادي الزمالك. ودائما نلعبوا ورجلينا في الارض وعقلنا ونحاولوا الانفعالات ما تكونش ما بين اللاعبين، ضبطوا الوقت غير بشويه وغير بالعقل، لان اكيد المدرب الجواني بالتجربه ديالو والحكايه ديالو وضع الخطه، وكذلك اللاعبين عندهم ما يكفي من النضج انهم يخوضوا المقابله بواحد الثقه في النفس. وكذلك المسؤولين المسيرين وعلى رأسهم سيف وزير القجع واعيين المسؤولية وعارفين كيفاش يدبروا المرحلة وكيفاش يتعاملوا مع المقابلة وكيفاش يتعاملوا مع ظروفها خاصة النفسية. إذن نهار الحد إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نستمتعوا بالمقابلة، ومن الآن كنهنئوا النهضة البركانية على هذا الإنجاز اللي دارت، وكنتسناوها أنها تأدي لنا مقابلة ليتشرف الكرة المغربية. إذن المغاربة كلهم مع النهضة البركانية، المغرب كله سواء داخل المغرب أو خارج المغرب كيتمناو على النهضة البركانية إن شاء الله تفوز، نفسها نفس أو شأنها شأن الوداد هذه الليلة إن شاء الله. أيها المشاهدون الكرام، شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.